السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. تحياتي ليكم وتحياتي لمشاركتكم وتواصلكم معنا عبر صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة إبراهيم خلف الله أو صفحة الشيخ أيمن المصري على موقع التواصل الفيسبوك. واسمحوا لي قبل ما نبدأ حلقتنا أن أرحب بضيوفي الموجودين معايا في الاستوديو. برحب بفضيلة الشيخ الداعي الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن. أهلا بك أستاذ إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بالداعي الإسلامي الشيخ أحمد جمال. أهلا بك يا شيخ أحمد. أهلا بحضرتك ومتابعين حضرتك على مواقع التواصل وعلى التلفزيون عبر هذا البرنامج. يا أهلا وسهلا يا شيخ أحمد، منور. مرحبا بحضرتك. أعزائي المشاهدين، في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق هنتكلم النهاردة، وسمينا عنوان حلقتنا الانتحار هلاك. النهاردة بمشيئة الرحمن مع فضيلة الشيخ أيمن المصري، وكان في فتوى أسندها لابن باز أن المنتحر ليس كافر، وأسند فتوته للعلامة الجليل ابن باز. مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير عليكم جميعا، تحياتي ليكم عبر هذه القناة المحترمة، عبر هذه القناة الواعدة، عبر هذه القناة الواعية أيضا، قناة الصحة والجمال. خلينا أبدأ مع الشيخ أيمن سريعا كده في بداية الحلقة. شيخ أيمن، إحنا عايزين رسالة لكل يائس من الحياة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا اللقاء اللي مدى كنا مسمينه لا تيأس، لأنه المنتحر بيوصل لحالة يأس، عنده اكتئاب، عنده مشاكل، فبتوصله اليأس ثم الانتحار. رسالة إلى كل يائس، لو كل واحد عندما يقع في شدة يلجأ إلى الله، والله كل مشاكلنا بتتحل ما بين سجدة ودعوة ودمعة. ربك كريم، والله الله تبارك وتعالى كريم. شوف اسمع كده، الله لطيف بعباده. هو المبتلى ده يظن ان ربنا بيكرهه او ساخط عليه؟ لا، ده بيحبك، والله كريم قوي. هو يعني هيحب عباده اكتر من انبياء، واكثر الابتلاء كانوا الانبياء طبعا رضوان الله عليهم. الانبياء اكثر الناس ابتلاء، ثم الامثل فالامثل، صح. فلما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي انسان، هو عايز يسمع صوتك، عايز يسمع أنين مناجاتك، وانت بتقول له يا رب. سجدة والله بانكسار، دمعة كده، ابكي لربك، والله ده أحن عليك من أمك. انت بس يرفع ايدك في وقت الضيق، في وقت الشدة، الجأ للمصلية، الجأ اللي انت تدعو ربك، والله كريم رحيم. الجأ للمصحف، لقرآنك، عشان أعصابك تهدى وتستريح. والله انت بس الجأ للملك، الجأ وقول يا رب، من الذي يفرج الهم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يكشف البلوى؟ الله سبحانه. من الذي يرفع الغم والهم والحزن والألم عن الناس وعن العباد؟ سبحان الملك. الله لطيف بعباده يا أخي. الله كبير ورحيم جدا، كريم. عارف يعني ايه حنان منان؟ ياه، انت بس الجأ له. لكن مشكلتنا ان احنا بنلجأ للناس ونسينا رب الناس. عندك مشكلة حلها عند ربنا، عندك اي ظرف مهما كان، ديون، هموم، اوجاع، احزان، مشاكل، الجأ بس لربك، والله هتتحل. تخيل يا شيخ ايمن، وكان مراسلنا معانا الحلقة الماضية الأستاذ خطاب كمال خطاب من الشهداء، وقال إن في بعض الشباب انتحروا بمبيد الغلال أو حبة أو الحبة السوداء كما يطلقون عليها في الأرياف يعني، أو في الريف المصري، علشان بنت تقدم لها خطيب فهي مش عايزاه، فأبوها فرض عليها، راحت متخلصة من حياتها بقرص ثمنه 2 جنيه. ما هو ده البعد عن الله. واحد علق قلبه بامرأة، لا، أنا لازم أملأ قلبي بحب الله، ما خليش اي حب يتعدى حب لربي وحب لديني وحب لرسولي. هي مشكله ضعف ايمان، صح. واحد جاله مشكله عاطفيه، صدمه، اكتئاب،
خسر في تجارته ايا كان من انواع الابتلاءات ما صبرش عشان هو بعيد عن ربنا بيجري ويسارع للانتحار بيودي نفسه للهلاك فرسالة لكل يائس اقول له لان طبعا اليائس ده يبقى واحد واقع في مشاكل عنده مشاكل اقول له ايه يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله اليأس يقطع احيانا بصاحبه لا تيأسن فان الكاشف الله اذا بليت بشيء فرض به فان الذي يرفع البلوى هو الله الرضا ارضى وارفع امرك الى الله واشكي وابكي وتذلل الى الله وانكسر بين يدي الله والله كل مشاكلك هتتحل. احسنت يا شيخ ايمن حبيبي. احسنت يا شيخ احمد. المنتحر كافر ام لا؟ وكان الشيخ ايمن المصري في الحلقه الماضيه افتنا فتوى واسندها للعلامه الجليل ابن باز وقال المنتحر ليس بكافر ولكن المنتحر وقع في كبيره من الكبائر وهذا ليس هين بس علشان بس شبابنا ما يفهموش ان كبيره من الكبائر دي حاجه قليله او حاجه هوينه او حاجه مثلا ما لهاش ذنب ومعصيه كبيره يعني. فقال خدنا بايسر الفتاوى يعني واسند الفتوى دي عن ابن باز وقال المنتحر ليس كافرا ولكن ارتكب كبيره من الكبائر وان اراد الله ان يدخله الجنه فله وان اراد ان يدخله النار فله هو صاحب القرار وصاحب الامر الاخير يعني. وعايزين بقى نعرف انت رجل من رجال الازهر، الازهر فتى بايه وقال المنتحر كافرا ام ليس كافر؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد، اخرج الامام البخاري في صحيحه والامام النسائي والترمذي وابو داود في سننهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما من شرب سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن طعن نفسه بحديدة قتل نفسه فهو في نار جهنم حديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا فيها مخلدا أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم الحديث ظاهره أنه من قتل نفسه عامدا متعمدا فجزاؤه نار جهنم خالدا فيها أبدا لكن للعلماء شأن في هذا الأمر لما جاءوا يفسروا ويشرحوا هذا الحديث قالوا إن العاصين من المسلمين يدخلون النار يعذبون على قدر معاصيهم وهذا مسلم به وهكذا المنتحر ارتكب كبيرة من الكبائر فهو يعذب في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا إلى أن يخرج آخر واحد من النار من أمة المصطفى أو ممن وحد الله تعالى ثم يخرج هو الآخر من النار. يبقى ليس بكافر يا شيخ أحمد. خالد مخلد في النار إلى أن يخرج الناس جميعا العاصون من المسلمين يخرجون من النار فإذا خرجوا خرج هو الآخر من النار هكذا قال العلماء. إذن أجمع العلماء قاطبة على أن المنتحر مرتكب لكبيرة كبيرة من الكبائر ولتعلم أن نار جهنم ليست هينة اللي يقول ده مادام كده كده هدخل النار شوية وهخرج منها خلي بالك نار جهنم مش هينة ناركم هذه التي توقدون نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم هكذا قال صلى الله عليه وسلم. والصحابة بيقولهم يا رسول الله لو كانت لكفت يعني لو نار جهنم لو نار الدنيا اللي هنتعذب بها يوم القيامة هتكفي تعذب الإنسان فقال هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. والمنتحر
مرتكب لكبيرة، ومرتكب الكبيرة إن لم يتب فهو في نار جهنم إلى أن يخرج منها بإذن من الله تعالى، فإذا خرج منها دخل الجنة. والذي يدخل النار وهو أقل أهل النار عذابا يوضع تحت قدميه تحت أخمصه جمرتان من نار يغلي بهما رأسه. شدة النار ده أقل واحد في النار اللي يحصل له جمرتين يتحطوا تحت رجله يغلي بهما رأسه من شدة العذاب. والمنتحر هو عاص لله لأنه يئس من الحياة، وقرآننا دوما وأبدا ما يذكرنا بعدم اليأس. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، انظر أسرف على نفسه يعني اقترف من الذنوب والمعاصي ما لم يقترفه أحد، ورغم ذلك رب العباد ماذا يجيبه؟ يقول يا عبادي بأحب الأسماء إليه لا تقنطوا من رحمة الله شيخ إن أحمد الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. شيخ أحمد بس في نقطة مهمة كده قلتها، قلت المرتكب لكبيرة من الكبائر لا يدخل الجنة إلا إذا استتاب. طب المنتحر كان آخر فعل ليه هو معصية الخالق بفعل كبيرة من الكبائر، نعم. هيستتاب إمتى بقى؟ بعد ما بعد الممات يعني خلاص هو فهو مخلد في النار، انتهى أمره، هو مخلد في النار إلى أن يشاء الله بإخراجه منها. ولكن هو ليس بكافر، ليس بكافر، وإلا لما كان خارجا من النار. لو هو كافر ما كانش هيخرج من النار، لأن الكافر مخلد في النار أبدا لا يخرج منها إطلاقا. أما مرتكب الكبيرة المسلم يخرج من النار بإذن من الله تعالى يوم أن يخرج جميع العصاة من نار جهنم، يأذن الله لهذا المنتحر أن يخرج من النار فيدخل في جنة عدن ورضوان من الله. الله أحسنت، أحسنت شيخ أحمد والله أحسنت. طب معنا اتصال ناخده. ألو ألو، دوبة من أسوان. يا أهلا وسهلا، تفضلي. ازاي حضرتك؟ انا حضراتكم اثرتوا موضوع مهم جدا من حوالي يعني اسبوعين او اكثر كده. ضيفة حضرتك اللي كانت بتتكلم عن الشخص اللي بيشنع على فتاة بالباطل وبالزور، وحضراتكم ما عرفتوش الحل ايه. طب دي لو اشتبكت معاه حيسب لها الدين، وده انسان فاسق، والناس اللي سلطوه حيسندوه كل قوه عشان ياخد حقه منها. طيب احنا بس موضوعنا النهارده بنتكلم عن الانتحار، وانت شايفه شبابنا وايه اللي بيحصل فيهم، فخلينا في موضوع الحلقه. شكرا. شيخ ايمن، هل المنتحر يصلى عليه كباقي المسلمين؟ يعني ورد عند مسلم من حديث سمره بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه. بس النبي ما صلاش عليه، الصحابة صلت. الصحابة صلت. طب ايه الحكمة؟ طبعا النبي لو صلى على المنتحر هتبقى بعد كده ده النبي صلى عليه. وفي احاديث ان من قتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه. فطبعا ذهب عمر بن عبد العزيز والأوزعي والنخعي وقتادة والشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء أن المنتحر يصلى عليه. طبعا النبي شيء وإحنا شيء. لكن الصحابة صلت على المنتحر، صلوا على المنتحر، صلوا على المنتحر، لكن النبي لا. وهي الحكمة منها، لأن لو النبي صلى عليه يبقى كل الأحاديث هتبتدي يبقى فيه بقى إيه مشكلة عند العلماء. إزاي مثلا في بعض الأحاديث إن هو كفر بالله، ومنين النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المنتحر، ولكن الصحابة صلوا عليه. وعند جمهور أكثر الجمهور العلماء أن المنتحر يصلى عليه. ورسالة العلماء بيوصوا بها لأهل المنتحر إذا كان عنده أم أو والد أو الأقارب، يكثروا له من الدعاء، يكثروا له من الدعاء، لعل الله تبارك وتعالى يستجيب لدعوة الأم، خصوصا الأم يعني. فطبعا بنقول لكل أم ابنها انتحر اوعي تيأسي، وادعي لابنك دايما، اوعي تتوقف عن الدعاء، واكثروا له من الصدقات. والدعاء ده يعني لعل الله تبارك وتعالى ان يعني يغفر له ما وقع به.
احسنت يا شيخ ايمن، احسنت والله. شيخ احمد، لماذا مواقع بقى التواصل الاجتماعي بيكفروا بقى المنتحرين؟ وعايزين رساله كده لكل حد يكفر اخوه المسلم، ولا نعلم ان المنتحر ده كان مغيب عقليا او عقله فيه، ومن تاه وغاب عقله يرفع عنه القلم ويرفع عنه الذنب، وما نضمنش نفسيته ساعتها كانت عامله ازاي. فمش من السهل ابدا ان مسلم يكفر اخوه المسلم كده علنا قدام الناس. هو طبعا ما ينفعش ناخد معلومه من على مواقع التواصل الاجتماعي. لما؟ لان مواقع التواصل الاجتماعي غير مصدر اصلا لاخذ المعلومات عن طريقه. كذلك موقع التواصل فيه الجاهل والعامي، فيه المثقف وغير المثقف، فيه العالم وغير العالم الجاهل. فما ينفعش حد ياخد معلومة لا سيما في الدين من مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. لكن اللي بيكفر إنسان ليعلم أن من كفر أحدا فقد باء بهذا الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء يعذب به يوم القيامة. ومن قال لأخيه يا كافر، أو ومن لعن أحدا فهو كقتله، ومن رمى أحدا بكفر فهو كقتله. اللي يقول لإنسان أنت كافر، سواء كان بيكلمه مخاطبة وجها لوجه، أو بيكلمه عن طريق موقع تواصل، أو بيقول بيتهم واحد أنه مات كافر، فقد باء بها هو. اللي يقول لإنسان أنت كافر ده هو اللي هياخد العذاب بتاعها. يعني اللي يقول لواحد انت كافر ده هو اللي هيتعذب، هيبقى له عذاب مثل عذاب القاتل. يعني انت عايز توصل رساله يا شيخ احمد ان اللي بيرمي اخيه بكفر المنتحر هو اشد شنعه وصنعه وذنبا عن المنتحر نفسه؟ اكيد. يعني أكيد. انت بتقول من يرمي اخوه بكفر فقد قتله، او ياخد ذنب القاتل. نعم. بالظبط. ده هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. المنتحر اعتدى على نفسه. أيوة. اعتدى على شخصيته. صح. على ذاته. ما اعتداش على حد. لكن من رمى أحدا بكفر فقد اعتدى على أناس آخرين. اعتدى على ناس تانية، ده بيكون حكمه كقتله، كأنه قتله. لأنه معنى أنه حكم عليه بالكفر أن هو خالد في النار مخلد فيها مش هيخرج منها أبدا. ومعنى انه حكم على انسان بكفر ده بيكون اخذ سلطه ربنا. ده هو اللي بيقول انت كافر وانت مسلم وانت في الجنه وانت في النار. ولذلك اصدرت فتوه الازهر الشريف بان المنتحر ليس كافر، ومن يملك الصك هذا يدخل الجنه وهذا يدخل النار، ومن يقسم على الله ومن يعني يجلس مكان الله ليحاسب العباد. طبعا دار الإفتاء المصرية ومرصد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والأزهر بوجه عام أصدر فتاوى في أن المنتحر ليس بكافر، لكنه مرتكب لكبيرة، ولا يجوز لأحد أن يقدم على هذا العمل الشنيع، ولا يصح لأحد البتة أن يقدم على هذا الانتحار لما فيه من ارتكاب كبيرة ومعصية ويأس وقنوط من رحمة الله. وزي ما ربنا بيقول: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنها الرحمة التي تسع كل معصية مهما كانت، إنها دعوة العصاة المبعدين في تيه الضلال إلى الأمل والثقة بعفو الله ولطف الله ورضا من الله، لأن يعفو الله عنه فيكون مرتضيا من قبل الله فيرضى الله عليه ويدخله فسيح جنات. أحسنت شيخ أحمد، أحسنت. شيخ أيمن، عبر تواصل مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتصالاتهم بالتليفون دائما وأبدا ما يسألوا عن عايزين نقرر حلقات السحر والشعوذة وما يصنعه الساحر للمسحور، وكيف الساحر يصبح ساحرا، والابتلاءات كثيرة يعني. فأنا كنت وعدت بعض مشاهدينا إن حضرتك هتخصص وقت توهبه لله سبحانه وتعالى ويجزيك ربنا كل الخير طبعا، إنك تعالج مجانا
فانا عايز بس حضرتك تدينا يعني ايه اليوم او الوقت اللي انت حضرتك هتخصصه تعالج الناس المبتلين دولت، وربنا يجعله في ميزان حسناتك مجانا لا تتقاضى شيئا يعني. وانا فاهم الكلام ده كويس اللي انت عايزه ريم ان شاء الله. احنا انا ما بحرجكش والله، بس يعني ده عمل احنا وهبناه لله، فاحنا عايزين نمشي كده ان شاء الله انه نخصص وقت باذنك انت يا رب، واي واحد مبتلى ان شاء الله نقف معاه لله يعني. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله يبارك لك. انا بس بقول مخرجنا الجميل ينزل ارقام الشيخ ايمن المصري، هو ادانا وعد دلوقتي. العلاج مجانا، في وقت بقى يحدده الشيخ ايمن تتواصلوا مع الشيخ ايمن ان شاء الله باذن الله، او تتواصلوا معايا وانا اوصلكم للشيخ ايمن المصري ان شاء الله باذن الله. العلاج مجانا، محدش يقول لك ادفع جنيه. الكلام ده مش مظبوط يعني، موضوع ان يدخلك في فلوس وتحويجات وبتاع والكلام ده، الكلام ده ليس مظبوط يعني ان شاء الله. وربنا يجازي الشيخ ايمن المصري كل الخير يا رب العالمين. رساله لكل شخص يترك اخوه في وقت المحن يا شيخ ايمن، دايما كده لما نلاقي حد وقع في بلاء يبتعد عنه، واحد وقع في مشكله يا عم سيبك منه دلوقتي، ده مش وقته خالص. انت عارف بقى الاصدقاء وقعده القهاوي والمقاهي والحاجات دي، الاصدقاء اللي هم مش حقيقيين يعني، عايزين رسالة لكل حد يعني يترك أخوه يعني المسلم في محنة. موجوع على زمان موجوع تخلى فيه الخل عن خليله. احنا اتكلمنا في حلقة عن الأخوة من ضمن احنا قلنا في الحلقة الماضية ان المنتحر ده او اليائس هو مشكلته انه عايز بس حد يديله باب أمل، واحد صاحبه كده يكون وافي يقف معاه في شدته ومحنته. ويقينا المنتحر قبل ما يقبل على عمل من اعمال الانتحار والله بيستعين باحد اصدقائه، بس فيه بيتخلوا عنه. يا جماعه الاخوه هي الوفاء، ان انا اكون وافي لاخويا المسلم، مش شرط يكون اخويا ابن امي وابويا، لا، كل المسلمين انما المؤمنون اخوه. انا بس هحكي قصه وسامحوني يعني ممكن تاخد دقيقتين ولا ثلاثه. لا اتفضل اتفضل، عشان بس يا جماعه عايزين نتعلم الاخوه والوفاء، لان في ناس كتير بتوصل لمرحله الياس والاكتئاب ان كل اصحابه تخلوا عنه وقت الشده ووقت المحنه. شاب كان ثري، والده كان بيتاجر في المجوهرات وكان والده غني جدا، والشاب ده ما شاء الله، بس الشاب ده كان متعلم حاجه من والده، الوفاء وحب الاصدقاء. كان دايما وافي مع اصدقائه، بيدي اصدقائه عطايا وهدايا واموال، ابدا ما حد يطلب منه خدمه الا ويأديها له. ومعذره شيخ ايمن، اعزائي المشاهدين فاصل، انتظرونا بعد الفاصل ان شاء الله باذن الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان في برنامجكم ازمه اخلاق وحلقتنا عن الانتحار وهلاك. وهنرجع تاني للشيخ ايمن المصري، معذرة الشيخ ايمن. نحكي بقى قصة الوفاء، نكملها بقى يا شيخ ايمن. لازم كل واحد يكون وافي مع اصدقائه، لان دايما الصديق في وقت المحنة بيحتاج لحد يديله يفتح له باب امل. نرجع لقصتنا، الشاب ده الثري اللي كان غني، ابوه كان بيتاجر في المجوهرات وعنده اموال يعني كثيرة. الشاب ده اتعلم من ابوه الوفاء مع اصدقائه. بيديهم عطايا، هدايا، اموال، ما شاء الله يعني غامرهم بكل عطايا الخير. واي واحد من اصدقائه بيطلب منه خدمه الا وبيلبيها له. مات ابو هذا الشاب. بعد فتره من الزمن افتقرت الاسره، نزلوا من الثراء والعيشه للرخاء الى المضائق والعيشه اللي هي ايه، عيشه الفقراء. الشاب ده يعمل ايه؟ بيفتش بقى في حياته، يشوف اصدقائه، ها، يشوفهم بقى يساعدوه، اي مشروع يقف على رجله تاني ايا كان. راح لكل اصدقائه، الكل قال له ايه، منين الحياه الظروف، الكل بقى يديله ايه، ظهره. يئس جدا وحزن جدا، هم دول الاصدقاء اللي عملوا ودهم واغمرهم بالهدايا والعطايا والمال والخدمات. فجلس مع نفسه كده وهو حزين، تذكر بقى اخر صديق ليه، وده بقى كان صديق حياته اللي هو على طول مع بعض ما يفرقوش بعض. قال بس ده الوحيد اللي ايه، اللي الجا له يعلق ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل فيه سبب يكون
يساعدني او يفيدني باي مشروع. سال عن صاحبه ده عشان يشوف مكانه فين. فعرف ان صاحبه ده بقى من اصحاب القصور، بقى غني جدا. تمام تمام، والدنيا حلوه يعني، ده صاحب عمره بقى حبيبه. عرف مكان القصر اللي صاحبه عايش فيه وراح. طبعا قصر بقى سور وخدم وعمال، فطرق الباب، باب السور بتاع القصر، العمال طلعوا له او الخدم، مين؟ انا فلان الفلاني صاحب فلان الفلاني، يدوا له بس خبر ان صاحبك عايز ايه يقابلك. فطلعوا وصلوا الخبر لصاحب القصر ان في واحد فقير كده يظهر عليه الفقر بيسأل عليك واسمه فلان الفلاني. فصاحب القصر بص كده من نافذة من الشباك من القصر بتاعه من خلف الستار، ففعلا لقى صاحبه بس فعلا يظهر عليه الفقر جدا، خلاف بقى الرخاء والثراء. فقال للعمال ايه؟ قولوا له ان صاحب القصر مشغول، مش فاضي قبلك. بالفعل راحوا وصلوا له الرسالة ان صاحب القصر النهارده عنده اجتماعات، حاجات مهمة مع ناس كبيرة، ما ينفعش يقابلك. الشاب ده بقى حزن حزن شديد. تخيل انت بقى صديق عمره صح يتخلى عنه، قرح عنده بقى باب امل، امل ان صاحبه ده يقف معاه في شدته. مش حزين، وكان بين المسافة بين القصر والقرية اللي قاعد فيها بقى، ما راح لقرية فقيرة، كان مسافة طويلة شوية. لما اقترب كده عند مشارف القرية بتاعته وجد ثلاثة من الرجال بيظهر عليهم الدهشة او يبحثوا عن شيء. فبيسألهم عما تبحثون؟ فقالوا نسأل عن رجل يسمى او اسمه كذا كذا. فقال لهم انه ابي، ده والدي، ولكنه مات منذ سنوات، ده بقاله كم سنة ميت. فقالوا سبحان الله رحمه الله. طب بص انت ابنه؟ قال ايوه انا بلا انا ابنه. قالوا ان اباك كان له عندنا امانة، كان شال عندنا امانة، فاحنا كنا جينا نديله لما طال الزمن والسنين قلنا نبحث عنه وندور عليه عشان نديله امانته. ايه هي الامانة؟ كيس كبير كده مليان ياقوت. انا عايزك تركز وتوحد الملك لا اله الا الله وكل مشاهدينا يصلوا على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الاخوه، صلى الله على من علم الدنيا الاخلاص. شفت بقى كل اللي اتقفلت في وشه، دعا الله تبارك وتعالى. شوف الفرج جاله منين. احنا بقى مش عايزك من لما تيأس تبص، لا ادعي ربك صح. قول يا رب والله هينجيك، كريم ورحيم. خد كيس الياقوت، طبعا القريه اللي هو عايش فيها فقيره، ومين اللي هيشتري ياقوت وحاجه غاليه جدا. بعد يوم اتنين لقى امراه كده عجوز ماشيه في القريه او المكان اللي عايش فيه، بس المراه دي يظهر عليها الثراء او الغنى، يعني غنيه شكلها كده، دي غنيه. فبتساله ما فيش حد هنا بيبيع انواع من الاحجار الكريمه او المجوهرات النفيسه اللي هي الغاليه زي المرجان او الياقوت؟ فقال لها بلى. طلع معاه، طلع قطعه من القطع معاه من المرجان. فالست اعجبت بيها فاشترت منه كيس الياقوت طبعا بمبالغ رهيبه. تمام. اصبح مره اخرى غني، رجع تاني ايه؟ غني. فتح بقى محلات مجوهرات، تاجر في نفس المهنه بتاعت والده، رجع تاني كما كان. فاجي في يوم بقى قاعد كده بيتذكر بقى اصحابه وصديق عمره بقى اللي تخلى عنه. راح كاتب له رساله، جه كده ماسك رساله بيكتب: صحبت قوما لآمن لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل. انا صاحبت اصحاب ايه؟ لئام، ما عندهمش ايه؟ وفاء. يدعون بين الورى بالمكر والحيل. كانوا يجلونني مثل كنت رب غني، لما كان ابويا غني وانا ما غني صح، كانوا بيجلوني ويعظموني. وحين افلست عدوني من الجهل، لما فلست من جهلهم عدوني. بس ما يعرفوش ان انا هرجع تاني، ممكن ارجع غني مره تانيه، وممكن يحتاجوا لي تاني. فبعت الرسالة لمين؟ لصاحب عمره. صاحب عمره لما شاف الرسالة وقرأها بكى. بكى بكاء شديد، انهمرت دموعه من البكاء. فرد على الرسالة قال ايه؟ اما الثلاثة قد وافوك من قبلي. الثلاثة اللي انت قابلتهم دول منين؟ ايوه من قبل، تبع انا. ايوه. وما كان سببا الا من الحيل. دي حيلة بس انا عملتها.
واما التي ابتاعت المرجان والدتي. اللي اشترت منك المرجان دي مين؟ والدتي دي امي. وانت اخي بلا منتهى املي، وما طردناك من بخل ومن قلل. احنا لما طردناك ما طردناكش عشان احنا بخله ولا الا مننا، لا، ولكن عليك خشينا وقفه الخجل. ياه، كل مشكلتي ما ينفعش تقف قدام مني. هو ده الاخلاص، وتكون خجول، هو ده الحب، نحطك في موقف وحش. هو ده الحب. شفت الوفاء عامل ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزينه. دي حقيقة. اقف مع اخويا المسلم، صح، افتح له باب الامل. شفت الوفاء عامل ازاي يا استاذ ابراهيم؟ هو ده الحب. صحيح. اداله اموال كثيره وفتح عليها مع انه كان فاكر ان هو تخلى عنه. فاحنا محتاجين نكون اوفياء مع بعض. دي حقيقة والله. والله ربنا هيكرمني قوي لو انا اثر اخويا المسلم على نفسي واجعله كده فعلا اخويا في الله. والله ما هنلاقي مشاكل. ورساله لكل اصحاب الاموال، بالله عليكم اوعوا تتخلوا عن اصحاب الديون. اصحاب الهموم. أيوة بس اصحاب المشاكل. رساله بالله عليك، لما حد يجي لك اوعى تطرده. الايام دول. انت النهارده معاك في ليله، الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. ممكن انت النهارده غني بعد ايام تصبح فقير. صح، الايام دول فعلا. فانت هتدي، هتعطي، هتلاقي. احسنت يا شيخ. فبالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم، ما حدش يشوف اخو المسلم في ضيقه او زنقه او مرض او ابتلاء ويتركه. احسنت يا شيخ ايمن، احسنت. شيخ احمد، هل الابتلاء له حكمه لتتعلم منه الناس؟ وعايزين بقى الناس اللي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، وفي قصص كثيرة وأصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الابتلاءات في هذا الزمن. يمكن إحنا بس بناخد الابتلاء على قدر إيماننا، يعني ربنا عارف إن إحنا إيماننا ضعيف وما إحناش قادرين نتحمل، فبيدينا الابتلاء، بيدينا البرد على قد الغطاء بس علشان ما نقنطش ونكفر يعني ليه. وفعلا احنا كلنا كده ايماننا ضعيف، ولا يعني ربنا يسامحنا يا رب. طبعا الابتلاءات لها حكم متعدده، مش حكمه واحده بس. ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. فالابتلاء ممكن يكون محبه من الله، ممكن يكون اصطفاء من الله، ممكن يكون لرفع الدرجات. ممكن لتكفير الذنوب، ممكن لتجنب مشكله اعظم واكبر. انت عارف يا شيخ احمد، اكتر المبتلين في هذا الزمن يقول لك ربنا غضبان عليا. مش ما فيش حد فكر بقى ان دي ايه، ده ميزه ربنا بيميزها بيه. يغفر ليك. ليميز الله الخبيث من الطيب. كان سيدنا عروه ابن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله، كان من الصالحين، كان فقيها ورعا زاهدا تقيا مخلصا صالحا. هذا الرجل ابتلي بلاءات شديده بمعنى الكلمه. طلبه في ذات يوم الوليد بن عبد الملك، كان خليفة المسلمين آنذاك، فطلبه للقياه. وكان الزبير وكان عروة كان في المدينة والوليد في دمشق. فذهب عروة من المدينة إلى دمشق، وهو في طريقه في وادي القرى أصابته الأكلة. الأكلة دي عبارة عن حشرات مؤذية جت في رجله، فبقت تنخر في قدمه حتى أهلكته. فما أن وصل إلى باب دمشق، وصل لخلاص مقر الخلافة، وإذا بالوليد بن عبد الملك يراه فييأس منه، يعني زعل جدا. إيه ده، أنت جاي لبيت الضيافة، بيت الملك، بيت الخليفة، وتبقى مريض؟ فاستدعى أمهر الأطباء فجم، فطلب منهم أن يعالجوه. وإذا بهم يقولون له إن قدمك تريد أن تقطع، ما فيش علاج إلا إنها تتقطع. فاستسلم وقال ماشي. وإذا بهم يقولون له وإذا أردنا أن نقطع قدمك فعلينا أن نسقيك ما يغيب عقلك. فقال ما كان لعاقل أن يشرب ما يذهب عقله. إزاي أنتم بتهزروا؟ أشرب حاجة تغيب عقلي؟ ولكن إذا أردتم فعل ذلك، لو عايزين فعلا تقطعوا رجلي وأنا بصلي أثناء الصلاة، افعلوا ما تريدون. وإذا بي وهو في صلاته قاموا بنشر قدمه فقطعوها وهو في الصلاة، فأغمي عليه. فلما أفاق
قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. ده الحمد لله، يعلم الله أن قدمي هذا ما مشيت بها على ما مشيت بها إلى معصية أبدا. وحمل قدمه على يده وقبلها وقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فكم عافيت. أنت كتير بتعفو وكتير بتعطي، اللهم قد كان لي أربعة أطراف فأخذت واحدة وأبقيت ثلاثة فلك الحمد. وما أن انتهى من هذا الكلام وكان له طفل صغير محبب إلى قلبه، وإذا بهذا الطفل يدخل في إسطبل الأحصنة للملك للخليفة، فترفسه فرسة فيموت فيقتل في حينها فيموت. فما زال يدوب لسه حالا مستيقظ من الغفلة من الإغماء، وإذا بهم يقولون له رحم الله ولدك، لقد حصل له كذا وكذا فقد مات. فحمد الله وقال اللهم لك الحمد، اللهم إنك أعطيتني سبعة من الولد، أخذت واحدا وأبقيت ستة فلك الحمد، اللهم لك الحمد على ما بليت. وحمد الله. فبالله عليك في الزمن اللي احنا فيه ده كم واحد بيحمد ربنا؟ بالله عليك أيها المشاهد أيها الإنسان الفاضل، كم مرة ربنا يبتليك وتتجر وتسخط على الله وتشتم وتسب وتقول ما فيش إلا أنا، هو اشمعنى أنا، اشمعنى دوت ربنا معافيه، اشمعنى ده ربنا مديه، اشمعنى أنا، لماذا تسخط؟ أما علمت أن البلاء محبة من الله؟ ما تسخط أبدا من الله، لا تقنطوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله. لذلك كانت هناك امرأة عثرت قدمها فوقعت فقطعت أصبعها، صبعها اتقطع. هنحكي القصة دي بعد المداخلة يا شيخ أحمد، وانت عارف سياسة برنامجنا يعني. تحت أمر المشاهدين. مدام هويدة أهلا بيك في برنامجنا أزمة أخلاق، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسلم أولا على استضافة الشيخ الأستاذ الشيخ أيمن. الله يكرمك. اتفضلي يا فندم. وفضلت الشيخ الثاني حضرته. الشيخ أحمد جمال اللي منورنا دايما. الشيخ أحمد. يا أهلا وسهلا مدام هويدة، اتفضل. يعني كلمة حق هقول على الشيخ أيمن، أنا كنت في يوم من الأيام كنت تعبانة واتصلت عليه بأمانة ربنا وقلت له أنا ظروفي والله واحد اثنين ثلاثة، بصراحة ربنا هو ما تأخرش. حتى قال لي تعالي وأنا أعالجك وهديكي برضه مواصلاتك، دي شهادة أشهدها في حق الشيخ أيمن. الشيخ أيمن نعلم عنه كل الخير والله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، وربي يحسن ما بين ايديه كده دايما. وفي سؤال عايز اساله له. اتفضل. عايز اقول له يا شيخ ايمن، شيخ ايمن ايه المسلم ايه؟ ايه المسلم ايه؟ ايه المسلم ايه؟ خير. تقصد ايه بالظبط عشان مش ماشي يا استاذ ايمن؟ اتفضل. ربنا يبارك لك يا رب ونسال الله الاخلاص في القول العام. ربنا يخليك يا مدام هويدة، شكرا لمداخلتك. يا شيخ احمد. امرأة تعثرت قدمها فسقطت فقطعت اصبعها، سمعت قطع، فقالت وهي قائمة تضحك الحمد لله. بتضحك، الناس اندهشت، علامة تضحكين، انت بتضحكي ليه؟ فقالت اكلمك واناقشك على قدر عقلك. أنا هكلمك على قد عقلك، ده ربنا بيحبني، ده ربنا ابتلاني لأنه يريد أن يغفر لي ذنب أو يرفع لي درجة. مع عذرة المداخلة يا شيخ أحمد. اتفضل. مع عذرة. معنا الأستاذ مرسي أنديل، أهلا بيك يا فندم في برنامجكم أزمة أخلاق. الاتصال قطع، عاود بينا الاتصال تاني يا أستاذ مرسي، عاود بينا الاتصال تاني. اتفضل يا شيخ أحمد مع عذرة. حمدت الله على هذا الأمر لأنها علمت أن هذا البلاء إنما هو من الله، وإذا رضيت فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هقول لحضرتك قصة جميلة جدا في غاية الصبر والتحمل. رجل من بني عبس خرج متوجها إلى الوليد بن عبد الملك، وإذا به في الطريق بات في مكان في واد
وإذا بالسيل ينزل ونحن في زمن شتاء وكله أمطار. في السيل نزل والأمطار نزلت غزيرة، وإذا بهذا الرجل كان أغنى رجل في قريته، كان غني جدا وكان عنده أولاد كتير وأهل وأموال، وإذا بالسيل يأخذ كل ذلك. السيل خد الأموال بالعقارات بكله، ما خلاش له إلا طفل صغير رضيع حديث الولادة عنده شهرين ثلاثة، وخلى عنده. هنعمل ايه بس ببرنامجنا وانت عارف برنامجنا كله تحت ابو مشعل. استاذ بورس قديل اهلا بيك في برنامجكم ازمه اخلاق. اهلا بيك استاذ حضرتك. احنا النهارده بنتكلم عن الانتحار وشبابنا اللي برضه مش فاهمين ولا واعيين ولا مروا بتجارب يعني، فبيختصروا الطريق ويجبروا الروح على التخلص من الجسد. فرساله قويه لشبابنا يا استاذ مرسي، وانا اعلم انك رجل خير يعني. ربنا يعزك يا استاذنا. هو الموضوع كله باختصار بالنسبه للحالات اللي هي بتلجا للانتحار ديت، بيبقى اولا ضعف ايمان بربنا سبحانه وتعالى. ثانيا الانسان لما بيوصل لمرحله الياس في الحياه او ما يكونش عنده هدف عايز يحققه، ده بيخليه ضعيف. لكن لو هو عنده ايمان قوي بربنا سبحانه وتعالى، ده بيبقى حافز ليه اللي هو يكمل حياته بالشكل اللي هو ممكن يقدر يحاول ويقوم من صدمة أو يقوم من وضع مثلا مر بيه، إن هو يحاول يقدر يعدي المرحلة ديت ويجتازها ويحقق هدفه. لكن طبعا أكتر شبابنا أو أكتر المجتمعات النهاردة ما بقاش عندها قوة الإيمان بالله او ما عندهاش الاصرار والعزيمه الكامله ان هي تستمر في الكفاح عشان تحقق هدفها. استاذ مرسي، ما علمت من الكنترول ان حضرتك رئيس مجلس اداره جمعيه خيريه، فنداء لحضرتك يعني انك تقف جنب المشاهدين وجنب الحالات اللي بيتبناها برنامج ازمه اخلاق، وانا اعلم كم الخير فيك يا استاذ مرسي. أنا تحت أمرك وتحت أمر الحالات كلها، ولو في أي حالة عند حضرتك محتاجة أي عملية ممكن حضرتك تبعتها للجمعية وإن شاء الله بإذن الله نعمل لها العملية. عندنا حالة منال إسحاق إبراهيم، عملية نقل كلى والمتبرع موجود بس بينقص الأموال يعني بتاعت المستشفى. وعندنا مدام كريمة عايزة ماكينة خياطة يعني بتربي في يتامى، ونجدت برنامج أزمة أخلاق، فياريت نوفر لها الماكنة الخياطة دي، وهي تمنها عاملة 9200 مش كتير يعني. لا ما فيش أي مشكلة حضرتك، بس دهم رقمي وإن شاء الله نعمل عملية للأستاذة ديت، وإن شاء الله بإذن الله نقف جنب برضو الأستاذة منال. وعدنا بماكنة خياطة للست دي بتربي في يتامى، وحالتها يعني ربنا يحنن على القلوب يعني. إن شاء الله وعدنا على الهوا كده يا أستاذ مرسي. لا ان شاء الله باذن الله نجيبها لها ونعمل لها مشروع كامل متكامل تقدر تصرف بيه على نفسها وعلى اولادها، ونقف جنبها بحيث ان هي ما تحتاجش لحد يعني. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يبارك في عمرك. متشكر جدا استاذ مرسي قنديل في مداخلتك في برنامج ازمه اخلاق، شكرا لحضرتك جزيلا. يا شيخ احمد، رجل من بني عبد كان غنيا جدا، خرج متوجها الى الوليد بن عبد الملك، وإذا به في الطريق ينزل سيل، فيذهب بكل أطيانه، يذهب بأمواله وعقاراته، يذهب بكل شيء، وإذا به لم يتبقى له إلا ولد حديث الولادة رضيع وفرس أو بعير ناقة، لكن هذه الناقة كانت شقية هربت منه، فأخذ يلاحقها وإذا بالذئب يأتي من خلفه فيلهم رأس ولده الرضيع، فلم يلتفت إلا وولده يبكي والذئب يأكل في رأسه. الذئب أكل رأس الولد الرضيع الصغير فمات هذا الرضيع. انظر كم الحسرة وكم الأسى والعذاب اللي هذا الوالد كان فيه في الوقت ده. كل ما كان يملك ذهب، وولده شافه بيتاكل قدامه مش قادر يحرك ساكن، عناء
وعذاب وألم شديد في الدنيا قبل، وإذا به قد أكل ولده فأخذ يلاحق هذا البعير، وإذا بالبعير يرفسه بقدمه فيذهب بوجهه، حطم له وشه، وإذا بعينيه تذهبان، ما بقاش يشوف تاني، بقى ضرير. فذهب إلى الوليد بن عبد الملك فحكى له قصته. انظر، وشه ضاع، حياته ضاعت، دنيته ضاعت كلها، وإذا به الوليد بن عبد الملك يقول اذهبوا إلى عروة بن الزبير وأخبروه أن هناك من هو أشد بلاء منه. فيا من تريد أن تستمتع بحياتك، اعلم أن الحياة مزيج من الحلاوة والمرارة، الحياة مزيج من اليأس ومن السرور، الحياة مزيج من الفرح ومن الألم، الحياة كلها ليست جانبا واحدا، لا تنظر إلى الحياة من مرآة واحدة أو من جانب واحد، فالحياة فيها اليأس وفيها السرور، فيها الفرح وفيها الألم، فيها العناء وفيها الكد. أحسنت يا شيخ أحمد، أحسنت. يا شيخ أيمن، رسالة سريعة، تنصح إيه الشباب في هذه الأيام؟ الرجوع إلى الله. نرجع بقى لربنا، محتاجينه قوي، ونرجع للقرآن والسنة. كل المشاكل اللي احنا فيها وكل يعني الانتحار اللي كتر ده بسببه والله البعد عن الله. ده كل واحد، وطبعا الأب والأم، اعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا بقى عندنا تفكك في الأسر، الأب منشغل في حياته، الأم شغالة بقى على المسلسلات والكوفرات، مش شغلة نفسها بالأولاد، فبقى عندنا تفكك في الأسرة. هو ده اللي بيؤدي بنا إلى هذا، يعني هذه المآسي. فيا جماعة نلم بعض، الأب حافظ على أولادك، خليك قريب من ابنك، صاحبه، الأم صاحب بنتك، محدش يترك أولاده، لازم يبقى فينا عندنا ترابط، ترابط عشان ربنا يكرمنا، ولازم نجعل لنا نصيب من كتاب ربنا والسنة، نحب بعض ونرجع لديننا، ربنا يكرم. الله يفتح عليك. الوقت بيمر معاكم سريعا، والقعده معاكم ممتعه، وربنا ينفع بكم وربنا يستخدمكم ويستعملكم في الخير دايما. انا في نهايه حلقتي بتوجه بالشكر لفضيله الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري، كنت معايا الشيخ ايمن ومنورنا ودايما منورنا ان شاء الله. الله يبارك لك حبيبي، واسال الله، اسال ان يرفع الغم عن هذه الامه. ووعدتنا علاج المبتلين بالاسحار بالرقيه الشرعيه، و انت وعدتنا على الهواء يعني. احنا بفضل الله على طول، احنا بفضل الله على طول شغالين، بس انت طبعا هنعمل وقت معين ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ربنا يتقبل ان شاء الله بإذن. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. اللهم امين. وانا اعلم انك لا تتقاضى اموالا يعني في الموضوع. الحمد لله، ونسال الله يعني ارزقنا الاخلاص. كما اشكر ايضا فضيله الداعيه الاسلامي الشيخ احمد جمال، كنت معايا الشيخ احمد، نورتنا. وجزاك عنا كل خير. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتنا بتوجه بالشكر لحضراتكم، على امل ان نلقاكم في 9 صباحا كل يوم أحد في رعاية الله وأمنه، إن كنا من أهل الدنيا ومن أهل الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من برنامجكم أزمة أخلاق.